قبل أيام ودعت المنامة عام 2014 الذي شهد على اختيارها مدينة للسياحة الآسيوية. نتعرف على أبرز أنشطة العام في التقرير التالي. عام مضى طوته مملكة البحرين بعد حراك ثقافي وسياحي واسع، بدأ مع اختيار المنامة عاصمة للسياحة الآسيوية 2014، إذ تم الإعلان عن إطلاق عاصمة السياحة الآسيوية في مؤتمر صحفي عقد في فبراير الماضي، تلاه مباشرة حفل هندي غنائي قدمته أوركسترا بوليود مسالا. وعلى مدى الأشهر التالية شهدت المنامة أنشطة ثقافية بصبغة آسيوية، ففي ذات الشهر عرض متحف شكيب سبانجي التركي بالتعاون مع معرض البحرين الوطني مقتنياته التي يبلغ عمرها أكثر من 500 عام، جلها تستعرض فن الخط الإسلامي. شهر مارس شهد افتتاح معرض الماكي الياباني الذي أعطى فكرة لزواره عن جمال فن الماكي الذي يعني حرفيا فن رش الذهب والفضة على الورنيش. سلسلة المعارض الفنية خلال عام السياحة الآسيوية استمرت مع معرض كيرلا بلد الله الذي احتوى على صور التقطتها عدسة الفنان عبد الله الخان من الهند. ومن الهند أيضا جاء معرض الهند عبر العدسة ليقدم أعمالا لأبرز المصورين الصحفيين التي عرفتها البلاد. وكان آخر المعارض الفنية الآسيوية معرض روائع الفن التشكيلي السعودي مجموعة المنصورية، ويجسد المعرض تطور ونشوء الفن السعودي المعاصر منذ ستينيات القرن الماضي، ويعرض أعمالا لـ30 فنانا سعوديا حتى مارس القادم. وكان لمسرح البحرين الوطني نصيبا من احتفالات مدينة السياحة الآسيوية، إذ استضاف في يوم السياحة العالمي عرضا لفرقة الباليه الكمبودية الملكية. وفي سابق من العام شهدت خشبته حفلا لفرقة بينك مارتيني الشهيرة والمغنية اليابانية ساوريوكي. أما آخر أشهر السياحة الآسيوية فعايشت أيام البحرين السينمائية التي احتفت بالبحر موضوعا وعرضت للجمهور أفلاما من البحرين وآسيا والعالم، لتكون بتلك الأيام ختام فصل جديد في كتاب إنجازات مملكة البحرين الشاهد على مكانتها الثقافية والسياحية حول العالم.